بسم الله الرحمن الرحيم. اتحاد الأطباء الألماني اليمني يرحبكم جميعا في اللقاء هذا للسلسلة لأمراض السكر. السلسلة إن شاء الله ستبدأ اليوم وتنطلق يعني وكل أسبوعين يكون معنا موضوع، وستتكون من 7 إلى 8 حلقات إن شاء الله تعالى حسب الطلب. معنا اليوم ضيفنا ودكتورنا ومحاضرنا هو الدكتور ضياء تقي. الدكتور ضياء تقي هو درس الطب في مدينة أخنا الألمانية، ثم واصل الدراسة والتخصص سواء الباطنية وأيضا مرض السكر في مدينة دورتموند، وهو استشاري في إحدى المستشفيات المركزية التي مختصة فقط بأمراض السكر. والمستشفى الذي يعمل فيها الدكتور ضياء تم تصنيفه من مجلة فوكس الألمانية، مجلة مشهورة كأحد أفضل المستشفيات على مستوى ألمانيا، وهو يعمل عند رجل مشهور في هذا المجال في على مستوى ألمانيا. فنرحب بالدكتور ضياء، يعني ما أتكلم كثير، تفضل يا دكتور وأهلا وسهلا فيك. اللقاء طبعا للجميع سيتم تسجيله وإنزاله إن شاء الله تعالى في قناة اليوتيوب التابعة لاتحاد الأطباء الألماني اليمني. شكرا جزيلا دكتور حمود. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات الحضور، شكرا جزيلا على هذا الحضور الكبير. وزي ما تفضل الدكتور حمود، هنبدأ سلسلة محاضرات عن مرض السكر إن شاء الله. وزي ما نوه، أنا درست الطب في ألمانيا واشتغلت بعدها في ألمانيا، فبسبب هذا ممكن يكون في بعض صعوبات في المصطلحات الطبية باللغة العربية. سأحاول قدر الإمكان إذا أسعفتني لغتي أن أستخدم المصطلحات مبسطة نوعا ما. زي ما قلنا الآن، المحاضرة هذه إن شاء الله سوف تكون مقدمة للسلسلة التي نبدأها إن شاء الله، فلن ندخل في لن نخوض في العميق في 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 المحاضرة هذه. زي ما قلنا، هذه مقدمة للمرضى السكر والعلاج مرضى السكر، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة في الحلقات القادمة ندخل في التفاصيل بإذن الله. زي ما قلنا الآن، هيكون هذا general approach عموما، تصنيف السكر وتعريفه وتشخيصه وكيف تم العناية به بشكل عام. إن شاء الله في المحاضرة هذه هنتكلم عن المقدمة، هنتكلم فيها عن الإبيدمولوجي، انتشار المرض، هنتكلم فيها عن تصنيفاته، هنتكلم فيها نبذة بسيطة عن الفيسيولوجي حق الإنسولين وكيف بيحدث المرض هذا، هنتكلم عن أهم الأعراض الموجودة، هنتكلم عن بعض الأساليب التشخيصية المتاحة للطبيب، وهنتكلم بشكل عام على المانجمنت حق المرض هذا. الديابيتس، مرض السكري، هو عبارة عن مجموعة أمراض، ليس نوع واحد فقط، مجموعة من الأمراض، والشيء الموحد بينها جميعا أنه يكون في ارتفاع في نسبة السكر اللي هي الهيبرجليسيميا. أشهر نوعين من أنواع المرض هذا هي تايب 1 وتايب 2. تايب 2 تقريبا يأخذ من 8 إلى 90% من المرض، تايب 1 ممكن يوصل إلى 10% من المرض انتشارا حول العالم. غالبا ما بيكون فيه نقص، إما نقص كامل للإنسولين في الجسم وهذا تصنيف تايب 1، أو نقص نسبي لإنتاج الإنسولين في البنكرياس. ممكن يكون كذلك موجود إنسولين ريزيستنس الذي هي ضعف للإنسولين أو كأنه مناعة الجسم ضد الإنسولين، في حيث أنه وظيفة الإنسولين بتكون أضعف. انتشار المرض عالميا، هذا مرض منتشر بشدة. آخر أرقام التي قريتها أكثر من 420 مليون مصاب حول العالم. الأرقام اللي كانت في 1980 حدود 100 مليون شخص مصاب تقريبا، في 2014 تضاعف هذا الرقم إلى 420. أغلبية الوفيات المباشرة لها علاقة مباشرة بالسكر تحدث في الدول الفقيرة أو محدودة الدخل. 2019 كان السكر سبب رئيسي في وفاة أكثر من 1.5 مليون شخص بطريقة مباشرة حول العالم. السكري هو أحد الأسباب الرئيسية للعمى، للفشل الكلوي، للجلطات القلب وجلطات الدماغ، وكذلك من أحد أهم أسباب البتر. 50% من مرضى السكر ممكن يتوفوا بسبب مباشر من مضاعفات السكر بالدرجة الأولى اللي هي الكارديوفاسكولار ديزيز اللي هي أمراض جلطات القلب.
نسبة يعني خطورة الوفاة لسبب السكري بالمقابل بشخص ليس عنده سكري تعتبر مضاعفة تقريبا. وزي ما واحد يشوف من الرسم البياني المرض هذا يزداد انتشارا مع العمر، بحيث أنه يعني ممكن يوصل إلى في فئة 70 إلى وما فوق إلى 20% من الناس. هنبدأ نتكلم عن طريقة حدوث المرض هذا أو سبب وجود المرض هذا. هنتكلم عن type 1 diabetes. هذا يكون سبب رد فعل مناعي autoimmune. كذلك في له دور وراثي، تقريبا 10% من الحالات في لها positive family history، ولكن بالدرجة الأولى بسبب مناعة رد مناعي من الجسم على خلايا البيتا لانجهانس ايلاندز في البنكرياس. التايب 1 ديابيتس ممكن يأتي فرادا أو ممكن يأتي كذلك جزء من منظومة من الأمراض اللي بوليجلاندر سيندروم، مثلا مع الهاشيموتو تيروديتس للغدة الدرقية، تايب A كستريتس أو كذلك الأديسون ديسيز. التايب 2 بالمقابل هو بالدرجة الأولى يلعب العامل الوراثي فيه درجة عامل كبير. إذا هناك أحد الأبوين مصاب بالتايب 2 ديابيتس، نسبة احتمالية إصابة أحد الأطفال تكون 50%. التايب 2 ديابيتس له علاقة وثيقة بالميتابوليك سيندروم اللي هي متلازمة الأيض، نسبة كبيرة بسبب الانفيرومنتال فاكتورز الذي هي السمنة الستريس، نسبة الإصابة بتكون أكثر. في أحد الدراسات أثبتت إنه الناس الذي عندهم يعني مروا بتجربة الهجرة أو اللجوء أو لذلك الذي متعرضين لنسبة كبيرة من الاسترس في حياتهم، نسبة إصابتهم بالديابيتس بالذات تايب 2 بتكون أكثر من الناس الذي يعيشون في رخاء وفي استقرار. هذه واحدة. مع الثاني مسألة الأكل المفرط، كذلك في بالذات في بعض دول الخليج يرى الإنسان كذلك انتشار واسع للديابيتس بالذات التايب 2. والله أعلم، أتوقع أنه نسبة الستريس الذي ممكن يكون موجود مثل ليس مشابه للإنسان الذي متعرض لمشكلة اللجوء أو التشرد. كلاسيفيكيشن على حسب الـ WHO منظمة الصحة العالمية والأمريكان ديابيتس أسوسيشن نقسمها إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى type 1 diabetes كان يعرف زمان اللي هو juvenile diabetes اللي هو كان يسمى حق الأطفال، type 2 diabetes الذي كان يسمى هذا حق الأدلت حق الكبار في السن، وبعدين مجموعة اسمها type 3 اللي هي مجموعة كبيرة نطرق لها بعد شوية، والtype 4 اللي هي gestational diabetes اللي هو سكر الحمل. بالنسبة للtype 1 diabetes احنا قلنا انه autoimmune رد فعل مناعي من الجسم، الكاركترستيك حقه انه يكون لا يعني في نقص كامل للإنسولين في الجسم، لا يعني البنكرياس عاجز عن إنجاز إنتاج الإنسولين تماما. المجموعة النوع هذا من التايب 1 ديابيتس ممكن نقسمه إلى قسمين، اللي هو الإيمونولوجيكال، هذا المريض بدنا نعمل له ممكن نعمل له أنتي باديز ونتأكد إنه نعرف بالضبط إيش الأنتي باديز المسببة أو اللي تثبت وجود هذا المرض. في نوع خاص من التايب 1 اللي هو اللادا اللي هو late autoimmune diabetes in adults، في حالات انه بعد الأربعين سن عمر الأربعين سنة ممكن يظهر السكري، وكثير ما يحسبوه على اساس انه تايب 2 بحكم العمر، ولكن يثبت فيما بعد انه تايب 1، واثبات ذلك يتم عن طريق الانتيباديز بالدرجة الاولى. في نوع آخر من Type 1 الذي هو مصنف إنه في Absolute Insulin Deficiency الذي ما فيش يعني نقص كامل للإنسولين في الجسم اللي هو الأديوباتيك. سبب ظهور هذا السكري مش معروف بالضبط إيش هو، ولكن العامل الوراثي بيلعب فيه دور كبير. Type 2 Diabetes اللي هي الغالبية العظمى من أنواع الديابيتس زي ما احنا قلنا بيكون فيها Relative Insulin Deficiency، في يعني نقص الانسولين هو عباره عن نسبي، الانسولين ريزيستنس هي بالدرجه الاولى بتكون تلعب دور. التايب 3 هي مجموعه كبيره من مجموعه متعدده من
من الأنواع مقسمينها تايب 3 A B C إلى عند E. من بعضها مثلا تايب 3 A اللي هي المودي الماتشوريتي اونست ديبتس اوف ذا يانج، هذا مرض وراثي أوتوسومال دوميننت، تعتبر نادر بدرجة كبيرة. من هذه المجموعة كاملة الذين نشوفين متعددة اللي هي التايب 3C اللي هو البانكرياتيف ديابيتس ميليتوس، الذي هو بسبب أمراض في البنكرياس سواء إكسوكرين بانكرياس ديفيشنسيز أو مثلا كرونيك بانكرياتيتس أو بعد عملية جراحية ممكن يظهر الديابيتس في هذه الحالة. وهذه الحالة مهمة نتعامل معها تعامل التايب 1، بمعنى أنه هذا المجموعة من المرضى بنعطيهم إنسولين. وكذلك من المهم أنه هذا المجموعة من المرضى ليس عندهم فقط مشكلة في الإنسولين بسبب أن الخلايا بيتا غير موجودة أو مدمرة، خلايا ألفا اللي تنتج الجلوكاكون أيضا بتكون متضررة أو مفقودة، فهذا بيكون الميتابوليزم حقه صعب شوية. في كذلك أنواع أخرى في هذه المجموعة اللي هي مثلاً اللي هو دراج اندوس بسبب الكورتيزون، في بعض الأمراض الوراثية أيضاً يظهر كجزء منها السكري، بس زي ما قلت لكم هذه شيء مجموعة تعتبر قليلة جداً. بالدرجة الأولى تايب 2 والغالبية العظمى، بعدها تأتي تايب 1 وتايب 3 هذه هي تعتبر أقلية. تايب 4 هي عبارة ما هو سكري بالطريقة التقليدية، وعبارة عن جلوكوز تولرنس ديس أوردر، في خلل في استيعاب الجلوكوز، غالبا ممكن يظهر في الثلث الثاني أو الثلث الثالث من الحمل. حنرجع نفرض له إن شاء الله محاضرة خاصة به في المستقبل. هنتكلم بشكل مبسط عن الفيزيولوجي حق الانسولين. الانسولين عباره عن بيبتيد، عباره عن تكون في البدايه ثلاثه سلاسل من البيبتيد اي بي ومربوطه بالسي اللي هو كونكتنج بيبتيد، بيحصل فصل الكونكتنج بيبتيد اللي هو السي بيبتيد، وبعدين يكون عندنا اللي هو الانسولين اي ام بي اللي هو الاكتيف. وظائف الانسولين في الجسم بشكل مبسط، هو الانسولين يريد ان يعمل انرجي ريزيرفز احتياطي طاقه، يشتي يخفض السكر في نسبه السكر في الدم. وكذلك امداد الانسجه التشوز بالسكري، اللي عفوا امداد الانسجه بالجلوكوز كوحده طاقه. نتكلم شوية عن الباثوفيسيولوجي. التايب 1 ديابيتس زي ما تكلمنا انه اوتو ايمون، الجهاز المناعة بيهاجم الخلايا البيتا سيلز في البنكرياس، فبعد ما تتدمر هذه، بعد ما تتدمر اكثر من 80% من الخلايا هذه، يبدا يظهر ارتفاع في السكر. بالنسبة للتايب 2 في اكثر من عامل في هذا المرض، الا وهو بالدرجه الاولى اللي اسمها البيريفيرال انسولين ريزيستنس، وبتكون هذه زياده في السمنه بالذات اللي هو الترنك اوبيسيتي، ومع الوقت الانسولين ريزيستنس هذه بتزيد، المرضى بيكون محتاجين كميات كبيره من الانسولين، ومع الوقت يفشل البنكرياس في انه يواصل انتاج الانسولين، ويحتاج بعدين الانسولين من الخارج. هذا رسم بياني لتطور التايب 2. في البدايه بيكون معانا الانسولين ريزيستنس، بمعنى انه الكميه الطبيعيه اللي بينتجها اي انسان من الانسولين لا تكفي في هذه الحاله. طبعا هذا المريض حتى الان ليس عنده ديابيتس، ليس عنده سكري، ولكن بيشغل البنكرياس عنده بيشتغل بزيادة بحيث أنه ينتج كمية أكبر من الإنسولين حتى يعدي المرحلة هذه. مع الوقت في الفترة اللي تسمى pre-diabetes تبدأ الخلايا البيتا في البنكرياس تبدأ تضعف، يبدأ إنتاجها للإنسولين يقل، وبهذا يبدأ يظهر عندنا ارتفاع السكر في الدم، ومع الوقت تفشل تماماً هذه الخلايا. الخلايا هذه فشلت في إنتاج السكر من ناحية، ومن ناحية ثانية
عفوا فشلت في انتاج الانسولين، ومن ناحيه ثانيه ما زالت الانسولين ريزيستنس موجوده. في التايب 2 ديابيتس الملفت للنظر انه الاعراض او عفوا المضاعفات السكري ممكن تبدا تظهر قبل ما يعرف المرض بحد ذاته، بمعنى انه تايب 2 ديابيتس ممكن تبدا عندهم الماكرو انجيوباثي اللي هو مشاكل القلب ومشاكل الاوعيه الدمويه قبل ما يثبت المرض نفسه. بالنسبه للمضاعفات اللي هي مقسمه الى مجموعتين عموما، اللي هي الميكرو انجيوباثي اللي هي في العين وفي الكلى والاعصاب، والماكرو انجيوباثي اللي هي في القلب وفي الاطراف وتوصيل الدوره الدمويه للدماغ. ان شاء الله كذلك نفرد لها محاضره خاصه. بالنسبه للسيمتومز الاعراض اللي ياتي بها المريض، عاده المريض بيشعر بارهاق، بيشعر بضعف، بيضطر يشرب كثير من الماء، وبيروح كثير على حزكم الله على الحمام. الكلى يستطيع يتحمل الى نسبه الى درجه 180 ملغ في الديسيلتر من الجلوكوز، وبعد كذا يبدا يفرز يطلق السكر مع عن طريق المثانه، والسكر بيسحب معه الماء، فلذلك المريض بكثره يضطر يروح الحمام ويشرب بكثرة حتى يعوض الجفاف الذي حاصل. كذلك ممكن المريض يشتكي من فقدان الوزن، أنه تبدأ حتى الجسم يحصل على الطاقة، يبدأ يحرق الطاقة عن طريق الديسمانتلينج للبروتينز ولا للفاتس. كيف يظهر التايب 2؟ كيف بيكون عادة؟ بيكون عادة الرابيد مانيفيستيشن بسرعه بيظهر، غالبا في الصغار في السن. ممكن اللي هي الغيبوبه السكري اللي هي الكيتو اتسيدوسيس ممكن تظهر كاول علامه المانيفيستيشن، وكثير ما بيكون في فايرال انفكشن اللي هي تعمل عباره عن تريجر فقط للسلسله هذه من الاحداث. التايب 2 عاده بتكون شيء بطيء التطور، زي ما قلنا في البدايه بيكون انسولين ريزيستنس، شوي شويه بيحاول البنكرياس انه يعدل المشكله هذه الى ان يفشل ويظهر المرض. كثير جدا ما من التايب 2 بيكون عباره عن صدفه في عن طريق المريض راح للطبيب وعمل بالصدفه السكر التراكم اللي هي HbA1c، ويشوف اكتشف المرض هذا عن طريق الصدفه المحضه. كمقارنه بين التايب 1 والتايب 2، احنا قلنا التايب 2 غالبيه العظمى ممكن يوصل الى نسبه حتى الى 80 الى 90% من الديابيتس من السكري كشكل عام. التايب 1 اقل بكثير. التايب 1 اوتو ايمون بالدرجه الاولى، وان كان فيه عامل وراثي ايضا. تايب 2 عامل وراثي بالدرجه الاولى. التايب 1 من الكاركترستيكا حقه انه عنده ابسولوت انسولين ديفيشنسي، ما فيش انسولين بالمره في الجسم، بينما التايب 2 في عنده بالدرجه الاولى مشكله انسولين ريزيستنس، يعني احد اسبابها اللي هي الاوفر ايتينج والاوفر فيدينج. غالبا التايب 1، هذا طبعا اتكلم بشكل عام، غالبا التايب 1 بيكونوا رفاع او عندهم رشاق، بينما التايب 2 كان عندهم بدانه. التايب 1 عاده بيكون عند الصغار، بينما التايب 2 عاده بيكون الكبار في السن، ولكن طبعا هذا لم يعد هذه القاعده. حتى الآن أعتقد أصغر مريض عنده تايب 2 وعمره 5 سنوات. تكلمنا بشكل بسيط عن الإنسولين السي بيبتيد، هذه السلسلة الغير فعالة الموجودة في المكون الأول من الإنسولين قبل ما تفتك وتعمل الـ AB chains اللي هي active والC اللي هي inactive. هذا السي ممكن يستخدم كذلك في التشخيص. التايب 1 بيكون عنده نسبة السي بيبتيد هذا واطي جدا أو غير موجود، وغالبا في التايب 2 لأنه ما زال إنتاج الأنسولين موجود في الجسم بيكون موجود هذا الشيء. بالنسبة للعلاج طبعا هنتكلم عليه في محاضرات مفردة إن شاء الله. تايب 1 من أولها الواحد يقول هذا محتاج أنسولين كذا ولا كذا، لأنه لا يوجد عنده أنسولين بالمرة. وتايب 2 هيكون في مجال أكثر في الخيارات العلاج. أساليب التشخيص الموجودة حتى نشخص المرض، الكريتيريا الموجودة عندنا هي سكر فاستنج بلازما جلوكوز اللي هو الواحد هو صايم أكثر من 126 ملغ بالديسيلتر،
كذلك عندنا إمكانية أن نشوف أن الأكريجينال بلازما جلوكوز أكثر من 200، يعني في هذه الحالة لا يحتاج الإنسان يكون صايم، يعني يقيس في أي وقت من اليوم وإذا شاف عنده سكر أكثر من 200 ميليغرام ديسيليتر ممكن هذا يكون مؤشر على وجود الدايبيتس. السكر التراكمي فوق 6.5 كذلك من أحد الكاركتريستيكا أو الديفينيشنز حق الدايبيتس. وعندما يكون هناك شك مش متأكدين هذا الآن فقط هل هو impaired fasting glucose ولا impaired glucose tolerance، ممكن واحد يعمل هو الأورال glucose tolerance test. بنعطي المريض 75 جرام جلوكوز بيشربها في فقط معين، وبعدين نقيس السكر بعد ساعة وبعد ساعتين ونشوف على حسب تطور نسبة السكر هل يثبت وجود مرض أم ينفي. هذا كذلك الذي قلته بشكل يعني بشكل تيبل، يعني diabetes fasting glucose 126 يثبت أن هناك diabetes، أقل من 100 يثبت أنه لا يوجد diabetes، بين المئة والخمسة وعشرين هذا يسموه abnormal fasting diabetes ولا impaired fasting diabetes. في هذه الحالة حتى الواحد يتأكد بيعمل فحص الجلوكوز هذا. السكر التراكمي أي ما يكون فوق 6.5 هذا يثبت وجود المرض، أقل من 5.7 ينفيه، والgray zone اللي هو بين 5.7 إلى 6.4 كذلك محتاج الأورال جلوكوز حتى يثبتها. وإذا عملنا الفحص هذا إذا كان بعد ساعتين ما يأخذ الجلوكوز هذا أكثر من 200 فهذا إثبات وجود المرض. ممكن استخدام اليورين البول كذلك للتشخيص، زي ما قلنا بيظهر السكر في البول بعد ما يعدي 180 نسبته في الدم يبدا يظهر في البول. البول كذلك نستخدمه نشوف اذا موجود البومين او اللي هو ميكرو البومينوريا، هذا من احد بدايات علامات وجود الديابيتيك نيفروباثي. بالنسبه للتايب 1 واللي هو اللادا اللي هو ليتنت اوتيمون ديابيتس اوف ذا ادلت، ممكن نستخدم الانتي باديز لإثبات وجود المرض. نوعين اللي هما الـ JD65 انتي باديز واللي هي الـ IA2 انتي باديز، هذول الاثنين بيكونوا غالبيا عنده سنسيتيف بالنسبة للتايب 1 أكثر من 90% من الحالات ممكن إثبات وجود هذه الانتي باديز. زي ما قلنا السيبمتيد ممكن نستخدمه كذلك للتشخيص، في تايب 1 بيكون واطي جدا او غير موجود، بالنسبه للتايب 2 بيكون متوفر. في كذلك الجينيتك دياجنوستكس الفحوصات الوراثيه، طبعا هذه نادرا بتتم حتى هنا في المانيا لانها مكلفه جدا، ممكن استخدامها. بالنسبه للمانجمنت كيف نعتني بالمريض المصاب بالسكر، هنتكلم فيه عن الثيرابي والثيرابي جولز اهداف العلاج، هنتكلم فيه بشكل مبسط عن التغذيه، هنتكلم بشكل مبسط عن الانسولين ثيرابي، ان شاء الله هنفرد محاضره خاصه للانسولين، هنتكلم بشكل مبسط عن متى يحتاج المريض ان يقيس السكر في البيت مثلا، وكذلك الفولو اب عندما يذهب المريض الى الطبيب كل كام وايش محتاج بالضبط، يركز على ايش بالضبط الطبيب المعالج. نبدأ بالثيرابي والثيرابي جولز. الثيرابي هي كومبلكس، يعني احنا مش بنجيب المريض بس علاج، المريض محتاج انه نعمل له education على المرض، يتعلم ايش بيحصل معه بالضبط في جسمه مع الديابيتس، ايش بيحصل معه بالضبط لما بياكل، ايش في موجود النشويات، ايش اللي بيرفع السكر، ايش اللي بيوطي السكر، محتاج ياخذ اذا بياخذ الانسولين مثلا بيضطر انه يقيس السكر في البيت، محتاج أن المريض يفهم بالضبط إيش اللي بيحصل في جسمه وإيش ممكن هو يعمل حتى يعدل هذه المشكلة في البيت. إذا كان عندنا type 1 فالعلاج insulin therapy always required في type 1. بالنسبة للtype 2 فالمجال فيها أوسع شوية، يعني الـ weight reductions ممكن واحد يبدأ بالرياضة بالحمية الغذائية ويتطور بعدين الى هي الاورال انتي ديابيتكس، واذا فشل الموضوع هذا ممكن ينتقل واحد الى الانسولين. طبعا الحميه الغذائيه والاورال انتي ديابيتكس عاده بتكون ان افكتيف بتايب 1،
هنتكلم إن شاء الله لما نتكلم على تايب 1 هنتكلم عن حالات معينة ممكن نستفيد فيها من هذه المجالات، من هذه الابروتشز. زي ما قلنا الانسولين ثيرابي دائما تايب 1، في تايب 2 ديبينز إذا نعمل اسكاليشن للثيرابي. إن شاء الله في محاضرة التايب 2 والتايب 2 ثيرابي هنتكلم عليها بالتفصيل. حمية غذائية ننصح بها المريض. التايب 2 ديابيتس ممكن نبدأ معهم بالأورال أنتي ديابيتكس. المريض محتاج دائما انه يعرف يعمل بنفسه فحص السكر المنزلي. كطبيب او معالج دائما اعمل كنترول البريفنشن للكومبليكيشنز اللي هي المضاعفات السكر ممكن تحصل، وكذلك التريتمنت للاكيوت امبالانسز كهبوط او ارتفاع مستمر في السكر، ويؤدي انه تعديل النظام العلاج. ما هو الهدف الذي نوصله؟ محتاجين نعمل بالنسبة لموضوع اللايف ستايل، محتاج ننصح المريض بقدر الإمكان أنه على الحركة. كل ما تحرك الإنسان أكثر، كل ما كان في رياضة، كل ما أصبحت الإنسولين سنسيتيفيتي أكثر، وبينزل السكر كذلك من الرياضة لوحدها. التوقف عن التدخين كذلك من يعني نصيحة مهمة جدا، نصيحة مرضى السكر بالذات التايب 2 الذي عندهم ميتابوليك سيندروم، عندهم مشاكل في الأوعية الدموية، والتدخين إضافة إلى السكر بيسرع جدا ظهور المضاعفات هذه. وكشكل عام تخفيض الوزن كذلك ننصح به. في مثلا حالات معينة من التايب 2 ديابيتس الذي الآن عندهم السمنة مفرطة جدا، ويعني الذي استطاعوا يعملوا لهم مثلا بارياتريك سيرجري الذي يعملون زي بايباس للمعدة، وهذولا ممكن أن يشفوا تماما من السكر فقط بتخفيض الوزن. طبعا ممكن، مش الكل بس ممكن. بالنسبة كطبيب معالج لما يجي المريض عندي يعمل له فحص دم، ما هي الريزلتس اللي أنا محتاج أوصل لها، إيش الجولز حقي في الريزلتس هذا. بشكل عام هنتكلم بشكل أكثر بعدين عن السكر التراكمي قدر الإمكان يكون تحت 7.5. ضغط الدم 130 على 80 يكون ideal. بالنسبة للدهون في الدم الـ LDL يكون تحت 100، وإذا كان المريض عنده already عنده cardiovascular disease يكون تحت 70. الـ HDL يكون فوق 100، والتريجليسرايدز هي تكون فوق 150. التريجليسرايدز بالمناسبة ممكن تكون ماركر عشان نعرف ما مدى الانسولين ريزيستنس في الدم. البدانة رقم واحد، ورقم الثاني نسبة التريجليسرايدز إذا كان الإنسان صايم. بالنسبة لموضوع السكر التراكمي والثيرابي جول، زمان كان الأطباء صارمين جدا مع المريض. السكر التراكمي تحت 7، ويعني بقدر الإمكان يتم الضغط على المريض لهذا الشيء. الآن أصبح الموضوع فيه براح أكثر، فيه وساع أكثر. أصبح الآن individual، هذا الشيء المهم جدا، إنه علاج السكر ضروري يكون individual، من فرد لفرد، من شخص لشخص. هذا كل مريض عنده معطياته الخاصة ولابد مراعاتها في اتخاذ القرار وفي اتخاذ تحديد الهدف من العلاج. فمثلا مريض كبير في السن، أو مريض مدة المرض عنده طويلة جدا، أو مريض عنده already عنده complications من السكر، في هذه الحالة ما بنضغط عليه أنه نزل السكر بشدة هذا الأسفل. ممكن حتى نقبل سكر تراكمي إلى 8%. بالمقابل مريض شباب، مريض مرض لسه عنده جديد، في هذه الحالة ممكن نحاول معه أنه يكون أقل من 7. فزي ما قلت هذا individual من مريض لمريض. وطبعا المعالج دائما في باله أنه عشان يحقق سكر تراكمي واطي، هذا الشيء لن يحدث إلا بسبب حدوث هبوط متكرر في السكر، وهذا ممكن بحد ذاته يعمل مضاعفات كثيرة، ممكن بحد ذاته تؤدي إلى الوفاة في كثير من المرضى الكبار في السن بالذات. لذلك أصبح الآن التوجه العام بيكون لم يعد صارم كما كان، أصبح زي ما قلت أوسع شوية. أما نحدد الأهداف للعلاج، محتاج نعملها مع المريض مع بعض، ضروري المريض يكون فاهم بالضبط وإيش بيعمل. لذلك في مصطلح اللي هو الـ patient empowerment،
المريض بيقيس السكر بنفسه، المريض هو محتاج انه يراعي الغذاء بنفسه، المريض احنا محتاجين اشياء كثيره من المريض، ولابد يكون بيننا وبين المريض كمعالجين وبين مع المرضى يكون في تفاهم حتى يكون الهدف محدد حتى يستطيع المتابعه في المستقبل. وكل فتره لما ياتي مريض عندي مره ثانيه بنشوف ايش كان نتيجة العلاج حتى الآن، هل وصلنا للهدف الذي نريده أم لا، ما هي التعديلات المحتاجة نعملها. فالفكرة هذه كلها من الأستاذ هذه هو أهمية أنه أن يكون في حوار دائما مع المريض، يكون المريض جزء وطرف يعني فعال في العلاج. وكذلك كمعالج ضروري واحد يعني يعمل اعتبار اللي هو personal environmental related context factors، يعني مريض ليس عنده إمكانيات أو مريض ليس عنده يعني كبير في السن مثلاً، يعني غير لما يكون مريض شباب وميسور، مع هذا مع هذا في يكون اختلافات في العلاج بقدر الحالة. بالنسبة للنورشمنت للتغذية بالنسبة للتايب 1، الفكرة بالدرجة الأولى هي أنه المريض يكون عنده coordination بين كمية النشويات اللي بياخذها ونسبة الأنسولين اللي بياخذها، بحيث يكون في توازن بينهم. بالنسبة للتايب 2 بالدرجة الأولى بتكون تخفيف الوزن، نعمل دايت، نعمل رياضة، تمام. وهذه الأشياء هذه إذا في حالة ممكن عن طريق الحمية الغذائية فقط بالتايب 2 ممكن يوقف المرض أو على الأقل ممكن يأخر تطوره. بننصح المرضى أنه يأكلوا وجبات صغيرة ولو متكررة. بننصح كذلك أن الأكل يكون متوازن، يعني ما بننصح الاستغناء الكامل عن النشويات لأنه هي أسرع طريقة للجسم الحصول على الطاقة، حتى كذلك الاستغناء الكامل عن الدهون والبروتينات كذلك لا ننصح بها. أهم شيء يكون الأكل متوازن، والأكل المتوازن والأكل الصحي الذي ينفع غير مريض السكر ينفع برضو مريض السكر. وكذلك ننصح أنه يكون المريض يأكل النشويات اللي بيأكلها تكون نشويات بطيئة الاحتراق، يعني السكر هذا سكر اللي نحطه في الشاي هذا يحترق بسرعة كبيرة جدا، مجرد ما تضع الإنسان على لسانه يبدأ يتفتك السكر هذا ويرفع بشكل سريع السكري. بينما الواحد لما كان يأكل الخبز الأسمر، الخبز اللي فيه الحبوب، هذا يأخذ وقت حتى يستطيع الجسم يفككه، فالسكر ما بيرتفعش بشدة وما ينتفعش بسرعة، يعني بيعمل زي بلاتو، وفي هذه الحالة بيستفيد المريض أكثر بدون ما يعمل له imbalances للحق الميتابوليزم. هنا في ألمانيا في فكرة اسمها اللي هو الكربوهيدريت يونتس، محاولة أنه المريض انه يعمل، عملنا وحده قياس للمريض بحيث انه يعرف تقريبا اللي باكله هذا كم سعره، كم وحده كربوهيدرات، كم وحده نشا، وعلى ضوءها كم محتاج اعدل بالانسولين اذا كان المريض بياخذ انسولين. بشكل عام طبعا هذا يختلف من مريض لمريض، بس بشكل عام الكربوهيدرات عباره عن 10 جرام من الكربوهيدرات، والعشرة جرام هذه ممكن ترفع السكر من 40 إلى 50 ميلي جرام في الديسيليتر. أغلبية مش عارف كيف إذا كان الموضوع هذا برضو في عندنا في اليمن أو في الدول العربية، هل الشيء هذا متوفر؟ بس هنا في ألمانيا على الأقل جميع لما واحد يشتري مثلاً زبادي ولا يشتري شوكولاتة ولا يشتري أي حاجة في البقالات بيكون مكتوب عليها في الخلف كم فيها دهون، كم فيها سكر، كم فيها كربوهيدرات، وهذا ممكن واحد يستخدمه حتى يعرف بالضبط كم النشويات التي أخذها، وعلى ضوءه ممكن المريض الذي عنده خبرة يعدل نسبة الأنسولين. في النت اللي هو الإكسينج كربوهيدرات إكسينج تيبلز، لما بحثت حتى وجدت مع الأسف وجدته فقط باللغة الألمانية، ما أعرف إذا إخوة عندهم شافوا وجدوا شيء بالإنجليزي أو شيء. على أي حال هناك كثير من الأبس ممكن استخدامها للقياس كم بالضبط نسبة النشويات الموجودة في الأكل. كمثال احنا قلنا الكربوهيدرات يونت عبارة عن 10 جرام، مثلا إذا مريض أكل بيتزا تعدل فيها 10 كربوهيدرات يونت. جبت بعض الصور تقريبية كذا، يعني المرضى اللي بيجوا عندنا المستشفى حتى نعمل لهم تيتشنج كيف يقيسوا كيف يعملوا بالنسبة للأكل.
متى الكربوهيدرات، طبعا زي ما قلنا من الاسم يعني النشويات الموجوده والسكريات موجوده فقط في النشويات، كان يعني تقريبا 10 جرام نشويات تقريبا موجوده في بطاطا متوسطه الحجم، موجوده مثلا في تفاحه، موجوده مثلا في نص موزه، موجوده في ملعقتين رز مثلا. وعلى هذا الاساس المريض بيبدا يعني لما يتعلم هذا الشيء يستطيع انه يحدد بالضبط هقول انتيك للكربوهيدرات، ممكن يعدل نسبه الانسولين اذا كان بيتعالج بالانسولين. بالنسبه للانسولين ثيرابي هنتكلم الان فقط بشكل مبسط بشكل بيسكس، احنا نفرض محاضره خاصه للانسولين، الانسولين ثيرابي زي ما قلت من اول دايابيتس تايب 1 دائما محتاج انسولين، دايابيتس تايب 2 في حالات معينه ممكن نستخدم فيها الانسولين، اذا فشلنا بالحميه فشلنا بالاورال ثيرابي ممكن بعدين نتحول واحد ياخذ الانسولين. في حالات خاصه مثل مثلا يكون في indication مؤقت للانسولين، مثلا مريض حيخضع لعمليه جراحيه ومحتاج نوقف الاورال ثيرابي، محتاج نوقف الميتفورمين، ففي الفتره مؤقته بياخذ فيها انسولين مثلا. هذا بالنسبه للتايب 2. رول اوف ثامب تقريب بشكل تقريبي حتى الواحد يكون عنده فكره بشكل عام، زي ما قلت هذا الامر يختلف من مريض لمريض بشكل شديد، بالذات اذا كان فيه انسولين ريزيستنس موجود في عند التايب 2. عادة الإنسان بيحتاج من 40 إلى 50، الإنسان الصحيح يحتاج من إلى 50 إنسولين يونتس في اليوم تقريبي، تمام؟ وزي ما قلت هذا individual من شخص لشخص، لواحد واحد يروي ينتبه هذا الموضوع. وعادة ممكن نقسمها إنه ال 50 يونتس هذه أو ال 40 يونتس هذه ممكن نقسمها إلى هو البازال اللي هو القاعدي اللي هو الإنسولين الطبيعي اللي بينتجه البنكرياس بشكل مستمر بسبب عشان التفاعلات اللي بتحصل في الجسم، والنصف الآخر منه الذي هو البالاندريال اللي هو بعد الطعام حتى يتم الهضم وامتصاص الجلوكوز من الطعام. كذلك رول اوف ثامب يعني هذا شيء فقط تقريبي زي ما قلت، 1 يونت اوف انسولين ممكن ينزل 50 ملي جرام بير ديسيليتر في حالة اذا ما كانش مريض عنده انسولين ريزيستنس. الكربوهيدرات يونت اللي هي زي ما قلنا عبارة عن 10 جرام من الكربوهيدرات ممكن ترفع السكر برضو على حدود 50، بمعنى roughly بشكل تقريبي يعني محتاجين 1 يونت انسولين ل 10 جرام اللي هو اليونت كربوهيدرات يونت. هذا بشكل عام بشكل بداية، طبعا هذا يختلف من مريض لمريض زي ما قلنا. الانسولين ريكويرمنت احتياج الانسولين في الجسم او الانسولين سنسيتيفيتي تختلف من الوقت لوقت على مرور اليوم، اكثر فتره يحتاج فيها السنسيتيفيتي حق الانسولين بتكون اضعف فيها، بمعنى انه المريض بيحتاج انسولين اكثر نسبيا هي في الصباح، فالظهر بينزل شويه بيكون اقل، وبعد عند المساء بيرتفع قليلا. يعني اذا قسمنا مثلا انه 2 في الصباح، 1 في الظهر، 1.5 في المساء، بس هذا طبعا لسه احنا نتوغل فيه اكثر ان شاء الله في العلاج في المحاضره حق الانسولين. بالنسبه للبلد جلوكوز تيست الفحص المنزلي اللي يكون عن طريق الكابيلار، هذا مهم جدا حتى يكون متابعه المرض، متى وكل كم محتاج المريض يعمل الفحص هذا هنتكلم عليه ان شاء الله بعد قليل. كذلك مهم ان الواحد ينوه المريض انه قبل استخدام الفحص هذا انه يغسل يده حتى لا يكون يعني فولس بوزيتيف، قبل اذا كان في اي سكريات او اثار طعام او شيء على الاصبع، واذا مثلا اذا بقى اثار صابون كذلك في على الجلد ممكن ياثر برضه في النتيجه. غالبية الأجهزة هذه اللي بتفحص ممكن بتفحص الرينج حقها في الأغلب بين 40 إلى 600، معنى إنه إذا كان السكر أكثر من 600 ما بيظهر هالجهاز هذا، ممكن يظهر هاي اللي هو HI، وإذا كان أقل من 40 ممكن يظهر لو اللي هي LO. إذا كان المريض بياخذ إنسولين فبنصح بالبلد جلوكوز تيست هذه قبل كل إنسولين إنجكشنز، بمعنى قبل كل وجبة بننصح بها كذلك قبل أي إجهاد بدني، بننصح فيها مثلا قبل النوم، أو بننصح فيها كذلك قبل إذا في حدوث أي شيء
غير معهود، مثلا عنده انفكشن، عنده اسهال، حصل له على سفر، فبننصح انه يعمل الفحص بشكل مكثف، عاده يعني ما بين 4 إلى 5 مرات في اليوم بننصح فيها المريض اللي بياخذ انسولين. بالنسبه للتايب 2 او بالاحرى المريض الذي لا يستخدم الانسولين، فتكفي انه يفحص 1 إلى 3 مرات في الاسبوع. ممكن مريض يعني اذا كان متحمس كذلك انه مثلا يعمل يوم كامل 4 إلى 5 مرات حتى يشوف الانسولين البلد شجر بروفايل حقه، وهذا يكفي مره يعملها مره في الاسبوع حتى يتابع الحاله. بالنسبه للفولو اب اللي يعطي المريض عندنا للعيادات مثلا لمتابعه المرض، يعتمد على حسب اذا كان المريض ستيبل ولا كان المريض انستيبل. اذا كان انستيبل هنحتاجه مور فريكوينتلي، اذا كان المريض انستيبل ممكن كل 3 أشهر ياتي المريض المراجعه، بنعمل له السكر التراكمي، بنشوف له الضغط، بنشوف له الوزن، وبنشوف له كذلك اماكن اذا كان بيستخدم الانسولين مكان ضرب الانسولين. هذه الموجوده في الصوره هذه اسمها ليبو هيبرتروفي بسبب استخدام نفس الأماكن متكررة لضرب الإنسولين، بيحصل تكيس أو تليف في السبكوتينيوس فيت تيشيو، وبعد كذا لما واحد يضرب إنسولين في هذه الأماكن الإنسولين ما بيشتغلش مباشرة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع في السكر فيما بعد. كذلك يعني يفضل بشكل دوري كل 3 أشهر على الأقل لما يأتي المريض إنه يتابع المريض ما هي الأدوية الأخرى اللي بيأخذها، هل الأدوية هذه ممكن تأثر على الـ على الـ على الديابيتس بالذات إذا مثلا كان بيأخذ كورتيزون أو ما شابه. بالنسبة للفحوصات السنوية بنعمل عندنا مثلا نعمل كل 6 أشهر اللي هو الفحص الدم الدهون في الدم، وفحص يعني نعمل وظائف الدم بشكل كامل ووظائف الكلى. بنعمل المريض مرة في السنة كذلك تخطيط القلب، بنعمل فحص اللي هو الأنكل براكل إندكس عشان نشوف إذا هل بدأت تكون في مضاعفات للأوعية الدموية بسبب السكر. كذلك بنفحص على الأقل مرة في السنة بنمشي البريفنشن للديابيتيك فوت سيندروم، بنفحص أقدام المريض بنشوف هل في عنده جروح، هل في تليفات في الجلد، بنعمل فحص اللي هو الفحص العصبي، هل في أي علامات للنيوروباثي موجودة ولا لا، هل في تغيرات في السكلت حق القدم. كذلك على الأقل مرة في السنة عن طريق أو على الأقل مرة بنعملها كذلك كل 6 أشهر عندنا، لأنه بنعمل وظائف الكلى نشوف هل بدأت آثار الديابيتك نيفروباثي ولا لا. وبننصح كذلك مرة في السنة المريض يروح لطبيب العيون عشان نشوف هل هناك أي علامات ديابيتك ريتينوباثي. طبعا هذا نتكلم عن مريض اللي هو الستيبل الذي مثلا ليس عنده أي مشاكل في الشبكية أو في العين. المريض طبعا الذي عنده اوريدي مشاكل قد يكون يحتاج مو فريكوينتلي انه يروح لطبيب العيون. قد احنا وصلنا على النهايه، التيك هوم مسجز اللي اجيبها ان شاء الله، علاج السكر بيكون انديفيديوال، من مريض لمريض بيختلف، يعني اللي بينفع مع مريض ليس بالضروره ينفع مع مريض الاخر، لابد الواحد يراعي هذه الجزئيات. لابد المريض يعمل له ديابيتس ايدكيشن على المرض، عن الغباء، عن المضاعفات الممكن اللي تتوقع. ضروري المريض يكون عضو فعال في الـ في الـ في الـ في الـ في الثيرابي جروب. وبالنسبه للتغذيه زي ما قلت يعني احنا لا ننصح بحميه غذائيه خاصه بالديابيتكس، يعني واتس هيلثي فور ايفريبادي از اولسو هيلثي فور ديابيتكس. شكرا جزيلا. وكما قلنا هذه هي عبارة عن مقدمة فقط، وإن شاء الله في المحاضرات القادمة هندخل في الغويط إن شاء الله. وشكرا جزيلا على استماعكم، ونفتح الباب للأسئلة. ألف ألف شكر يا دكتور ضياء على المحاضرة الرائعة جدا جدا. فإن شاء الله تعالى أنت ممكن تسكن عندك حق المحاضرة. نعم. الأخ جمال فضل طبعا أن ننوه مرة أخرى أننا إن شاء الله تعالى السلسلة ستكون من اليوم كل أسبوعين في نفس الوقت، واللقاء القادم يكون إن شاء الله تعالى إذا لم تخن الذاكرة عن
الانزولينا انواعها وطريقه عملها وكل ما يتعلق بالانزولينا يكون بعد اسبوعين في مثل هذا الوقت ان شاء الله تعالى. الاخ جمال تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اقول شكرا للدكتور ضياء على هذه المقدمه العظيمه الراقيه التي تنم عن وعي كامل بطبيعه المرض، حيث تحدث عن كل ما يتعلق بالمرض من أنواع السكر وأعراض السكر وتشخيص السكر والنصائح للمرضى وعلاقة الأنسولين كل كلام هاي. أنا عمري الآن 65 سنة، أصبت بمرض السكر في 2015، لجأت إلى الأدوية الحبوب اللي هي ميتفورمين والأمريل بأنواعه. كنت رياضي، أمشي يومياً 8 كيلو وأسبح 2 كيلو. من 2015 ل 13/4/2019 وجدت نفسي بصورة مرهقة جداً، أعاني من 10 أمراض. الأول فيها أصلي على كرسي. 2 التبول وعدم التحكم والمعدة والنظر والنقرس والخشونة، أمراض 10 أمراض، والضعف في أمور كثيرة والهزل. قررت أن أدرس لماذا أنا وصلت إلى هذا الأمر، وقدر الله لي أن أهتدي إلى منظومة استطعت من خلالها. كان عندي السكر التراكمي في حين 11.5، وصل 350-210 فاستنج. قررت أن أتعامل مع تنظيم الطعام بعد دراسات قمت بها شخصيا، وتعرفت على أسباب رفع السكر، لماذا ارتفع السكر خاصة في التايب 2. والحمد لله اهتديت إلى منظومة، خلال 70 يوم تحول السكر عندي في التراكم من 11.5 إلى 5.7، ومعظم الأمراض العشرة أصبحت منها الحمد لله خالي وبعيد. بدأت أدرس ماذا حدث بجسمي. كان وزني 100 كيلو، في اللحظة هاي بعد 70 يوم أصبح وزني 80 كيلو. تمتعت بصحة جيدة جدا. بدأت أدرس وبدأت أحاول نقل هذه التجربة وأدرس ماذا حدث لي، فتوصلت إلى كلام كثير كما قاله الدكتور ضياء وفقه الله ورضي الله عنه وأدخله الله الجنة بعلمه وجعله في ميزان حسناته، وأصبحت على منظومة علمية والحمد لله أتابع فيها. عملت محاضرات عن الفضائيات، عملت لقاءات مفتوحة مع كثير من الناس، أصبح عندي متابعين والحمد لله، وقصص نجاح لا تتوقف علي أنا، عشرات الآلاف من القصص نجحنا فيها في معالجة والحمد لله تايب 2 من خلال تنظيم الطعام. أشكركم جميعا وأتمنى أن يتاح لي مجال في المستقبل على أن أقدم تجربتي كاملة إن أمكن، وبارك الله فيكم وشكرا لكم. ان شاء الله اخي جمال، بنعمل في اخر حلقه لما نعمل عن مرضى، عده مرضى، وانت تكون ان شاء الله واحدنا الذي سيتحرم الفرصه. الدكتور ضياء، تعليقك ان شاء الله خاصه على تخفيض الوزن وذهب السكر، تفضل. نعم، زي ما تكلمت. سؤال صغير لو سمحت، سؤال صغير بس. تفضل. انا اعرف ان الطب في العالم كله الان يتحدث بأنه خاصة في مرض السمنة والسكر والضغط والأمراض هذه، يجب أن ينطلق الطبيب مع المريض على تنظيم طعامه أولاً، وعندما يفشل التنظيم في الطعام يبدأ إلى العلاج الكيماوي. نعم. هذا واحد في الطب الحديث. أما لو رجعنا إلى المفهوم الديني، مفهوم ديني إذا ممكن أدخل في الموضوع هاي، نجد أن هناك آيات وأحاديث في القرآن الكريم لو تتبعناها احنا
لوجدناها مساوية للطب الحديث في موضوع تحديد السعرات الحرارية اللازمة للجسم. من هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقول للبشرية كلها وليس للمسلم أو المؤمن وحده، يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه آية تمثل نصف علاجات السمنة والسكر لو تعاملنا بها، أي واحد اثنين. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه حد الإسراف، الذي والله لو تمسكنا بهذا الحديث وعشنا به عمليا لما مرض منا أحد. فالآية والحديث يجمعان الطب بكله، وهذا لا خلاف فيه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقلمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأنا مش يعني الآن ليس لي مجال تعطي فرصة للآخرين، أستطيع أن أتعمق في شرح الحديث وعلاقته بتحديد السعرات الحرارية عند الإنسان. شكرا لك. شكرا. تفضل دكتور ضياء. نعم، زي ما ذكرنا وزي ما تفضل أستاذ جمال، فعلا الحمية الغذائية وتخفيض الوزن بالنسبة للتايب 2 ديابيتس هي جزء مهم جدا في علاج، وبالأحرى هي المرحلة الأولى للعلاج الذي يبدأ ننصح بها كل مريض. أول مرحلة راح نأخذها إن شاء الله في التايب 2 ديابيتس ليفل 1 سكيم هي تخفيض الوزن. وزي ما حكيت إنه في الحالات اللي هي الإكستريم اللي هتكلم عليها، اللي مثلا السمنة المفرطة التي فشل فيها كل الأساليب العلاج، الذي عملوا بعدين فيها باريتريك سيرجري الذي فعلا نزل فيهم الوزن، هذول المرضى تم شفائهم من السكر تايب 2. فالحمية الغذائية وتخفيض الوزن بالنسبة للتايب 2 هذا جزء مهم جدا من العلاج. في عندي رؤية بالنسبة للتايب 1 إذا ممكن دقيقة واحدة بس باختصر يا أستاذ جمال. إن شاء الله. الدكتور تفضل بأنه خيار واحد، هناك خيار واحد فقط اللي هو أنسولين. أنا ربما من خلال 31 شهر أقول وأضيف على كلام الدكتور بالإمكان تقليل جرعات الأنسولين من خلال توازن النظام الغذائي وتقليل الكربوهيدرات. أنا ما بقولش إن أبعد عنها، تقليلها أو منع ما هو رافع للسكر بصورة عالية، ونلجأ في تحصيل الطاقة من خلال الدهون الحيوانية والدهون النباتية. في اللحظة هاي احنا بنساعد المريض في تقليل جرعات الأنسولين بنسبة عالية جدا جدا جدا. صحيح. شكرا لك. تفضل يا دكتور. صحيح، يعني إذا كان المريض السكر التايب 1 هو لا يستفيد نفس الاستفادة اللي استفيدها التايب 2 من الحمية الغذائية كعلاج للمرض، ها، ولكن يستفيد بالتأكيد أنه لما يعمل الحمية الغذائية نسبة الإنسولين بتقل، نسبة مضاعفات السكر أو اللي هي الأكيوت إمبالانسز بتقل. وغالباً المريض يعني الله يسعدنا جميعاً الصحة والعافية، ما بيجيش مرض واحد، بيجي أمراض عدة، وهذه برضه أمراض ثانية أخرى برضه بتستفيد من الحمية الغذائية. يعني أنا أشاطك الرأي. شكرا دكتور. شكرا دكتور. أتمنى أن ألتقي معك في حوارات خاصة أنا وأنت، أسألك لأن أنا محتاج إلى علمك. الله يكرمك. أسئلة أخرى إن شاء الله تعالى. طبعا هو اليوم المقدمة الأسئلة أعتقد لما ندخل في العميق يا دكتور ضياء. فأعتقد يعني إذا ما في أي أسئلة أتوجه بالشكر الجزيل لك. لا عفوا، ولو قطعت كلام دكتور جمال. تفضل. شكرا غالي. بس إنه يا أخي أنا فاجأت الدكتور في جاءت لي نحافة شديدة يعني، ورحت لعند الدكتور فقال لي أعمل لي فحص، جاب لي جلوكوز كما تفضل الدكتور، جلوكوز وقال لي إحنا نعمل لك الجلوكوز هذا عشان نفحص السكر يعني. فأول مرة قال لي أنت ما عندك سكر، ثم أتيت مرة ثانية رحت عملت منظار للقيلول فقالوا عندك أنيميا.
فتفاجأت الدكتور يقول لي أنت ربما عندك سكر. قلت لك يعني أيوه. قال لي أنت بس أنت نحيف مش عارف كم عندك سكر. طلع عندي 110.6. بعدين جاب لي ثلاثة أشهر طلع عندي الصايد 98.6. قال لي الآن قال لابد إن إحنا نعطيك ميتافورمين 500 وعندك الكلوستور مرتفع يعني. فأنا عمري تقريبا ما يقارب الدكتور حمود يعني حوالي 51 سنة ويعني في طول 162 سنتيمتر 162 ويعني وزني ما يقارب 60 59 إلى 60. فما أدري في هذا الحالة اليوم نظرا تفضل الاتحاد باستضافة الدكتور الفاضل ضياء قمت باستخدام الجهاز مع أنه ما رضيش يصفوا لي الجهاز إلا أنه أخذته فطلع عندي الصايم 98 يعني أقل من 100. وبعد ساعتين بعد ساعتين من تقريبا من الإفطار طلع عندي أقل بكثير حوالي 48 أو 58 يعني في هذا الحدود بعد الأكل. فما أدري هل 6.6 وبعدين تناقص إلى 6.0 تحتاج إن أنا أخذ ميتافورمين أما إنه أصبح يعني أخذ النظام الغذائي لأنه الآن أنا أبتعد عن السكر. وصل السؤالي أخي سامي إن شاء الله. الدكتور ضياء تفضل. طبعا الحلقة بنقول لكم منشورة وستنزل في كل مواصل الاجتماع. فأنا أعتقد لو واحد مرة ثانية يريد أن يسأل ممكن على الخاص أفضل لأن الحلقة مسجلة وستنزل في اليوتيوب وتنزل في الفيسبوك. وهذا جميل. وهذا أتمنى يعني. تفضل إذا ما عندك إن شاء الله. عفواً دكتور سامي ولو بشكل موجز أقول لك زي ما تقول النتائج اللي أنت جبتها هذه ممكن تكون pre diabetes اللي مرحلة قبل وجود الديابيتس وtype 2 مش شرط يكون موجود عند السمان فقط. في يعني في السنوات الماضية في الدول الإسكندنافية في دراسات إنه يقسموا type 2 إلى sub groups لحط إلى 5 سب جروبس في بينهم عندهم سفير إنسولين ريزيستنس وعندهم مايلد إنسولين ريزيستنس بعضهم عندهم سن مفرطة في عندهم يعتبروا نحاف نوعا ما. أتوقع الذي عندك هو يعتبر بري ديابيتس مش شيء حانة أنا ودكتور حقك. أنا لا أنصح لا تأخذ الميتفورمين أنا لكن بالدرجة الأولى أنصح في الوضع الحالي حكاية التغذية السليمة. أنت قلت إنك وانت صايم كان 98 جيد جدا ممتاز وبعد الأكل نزل معاك لـ 48. أنا شو أتأكد هل هذا الفحص كان صحيح بمعنى إنه يعني يعيد الفحص مرة ثانية مثلاً إذا كان مثلاً فيها شيء ولا شيء بحيث إنه الفحص يكون غلط أو إنه فعلاً يكون صحيح وفعلاً كان عندك زي هبوط وهو عبارة عن علامة اللي هو الإنسولين ريزيستنس إنه رد فعل البنكرياس بيكون بالغ فيه بالذات لما واحد يأكل أكل نوعا ما غير صحي بمعنى السعرات الحرارية أو بحرى السكريات سريعة الانحراق بتكون موجودة فالبنكرياس بيفاجئ بارتفاع شديد في السكر مؤقتا بعد الأكل فبيرد رد فعل البنكرياس بأنه يبالغ في إفراز الإنسولين بيكون رد الفعل أنه ينزل يحصل هبوط بعد كذا تمام. وهذه برضو من الحاجات اللي بتحصل أثناء البري ديابيتس قبل الديابيتس. في هذه الحالة بالرغم انه الوزن يعني الحمد لله مش سمين كثير ولكن الرياضة والتغذية السليمة التغذية الصحية انصح بها ويعني ممكن تتفق انت والدكتور حقك يعني مش يدخل بينك من الدكتور ممكن نبدأ في البداية خطوة اولى بالتغذية السليمة والرياضة وبعدها بثلاثة اشهر ان والله ما جابش نتيجة ممكن الواحد ينتقل الى العلاج. طيب ولو يعني تفضل علي الدكتور حمود كلمتين بس. انا يعني ولو انا طبعا حاولت انه انا الان باكل يعني فاصوليا مع سبدة الخبز بالسلطه يعني
فهمت. ومع ذلك كنت في حصل يعني لزوجتي يعني قلت لها تعالي نشد فحص يعني وإذا جيت طبيعي ميوب شوية يعني وأنا جيت 48. هل الفاصوليا البقولية هذه أثرت يعني مع أكل السلطة يعني مع الخس؟ لأنه ما أبي أكلش خبز. ما أعتقدش، ما أعتقدش أن الفاصوليا بحد ذاتها يعني ما يكونش فيها كربوهيدرات، إلا اللهم يعني إذا كان فيها في الصوص حق السلطة مثلا تتبيط السلطة كان فيها حاجة مسكرة أو في أو مع العصير أو ما إذا ممكن الله أعلم. بس على أي حال كذا ولا كذا أنصحك أنك تعيد الفحص مرة ثانية. وهذه الأجهزة صحيح أنها مفيدة جدا في الفحوصات، بس برضو بيكون فيها discrepancies محتاج الواحد يتأكد من الفحص. بارك الله فيك، إن شاء الله نلتقي إذا استطعنا ناخذ تليفون يعني واتساب عشان ناخذ نعمل لك رسالة ونعمل لك الحالة. دكتور خالد القديمي تفضل. على علم بعد يدك ما زال موجود سؤال. تحل مقربون دكتور خالد مشتاق لك. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا دكتور ضياء، الحقيقة هو قد أوجز الدكتور ضياء وأجمل في نفس الوقت وما عاد فيش أشياء كثيرة، لكن حبيت بس أنوه إلى ثلاث نقاط مهمة جدا. الأول أنه التغذية من حيث المحتوى ومن حيث الأسلوب حق التغذية في بلدان العربية تختلف تماما عن التغذية اللي إحنا عايشينها في ألمانيا، فبالتالي التعامل مع المرضى في ألمانيا يختلف تماما جذريا. فمن خلال خبرتي مع مرضى اللي أنا على تواصل معهم دائما في العيادة الليلية، بحاول بقدر الإمكان أني أصنع من مريضي أحوله إلى أنه يصبح طبيب نفسه، من حيث أسلوبه الغذائي، من حيث الحرق، اعتماد العوامل الثلاثة لعلاج السكر وهي الحركة كما تفضل الدكتور ضياء والتغذية، وإذا لزم العلاج أيضا. ثانيا النقطة الثانية أنا أشتي أقول لكم يعني للأخوة المرضى اللي بيسألوا أنه عندما نكتشف السكر عادة بيكون قد مرت سنوات كما تفضل الدكتور ضياء من البري ديابيتيك، فبالتالي البري ديابيتس هي بتكون مخفية لفترة طويلة. يعني لما نكتشف إن قد عنده ال HbA1c قدو باثولوجيكال يعني مرض قيمته، مع إنه المريض قد له سنوات يعاني من السكر أساسا بس ما حد ما انتبهش للموضوع. الحاجة الأخيرة اللي أشتي أنوه لها إنه كل طبيب لازم نعرف الكلام هذا، كل طبيب أخصائي، واتكلم أنا هنا عن الأخصائيين، له خبرته الخاصة في التعامل مع السكر، مع علاج مرضاه من السكر، وكلهم في النهاية بينجحوا يعني بحسب البيئة اللي حوله، بيئة المرضى، بيئة التغذية، بيئة بنوصل كلنا إلى نجاح في علاج المرضى. لكن اللي بيفشلنا كلنا دائما هو عدم يعني تعامل المريض بإيجابية أو بجدية مع نصائح الطبيب. فياما المرضى يقولوا لنا أنا عملت والله يا دكتور، أنا سويت، أنا نفذت كل نصائحك يا دكتور، أنا عملت كل شيء، هذا صدق. هذا في النهاية يا حاجة من اثنين، يا أما أنا أشكك في نفسي وفي خبرتي، يا أما وأنت عامل حاجة غلط. فبالتالي علاج السكر يعتمد على المريض بالدرجة الأولى وعلى فهمه لمرضه بالدرجة الأولى وعلى فهمه لمضاعفاته بالدرجة الأولى. أنا دائما أصدم مرضاي، ما أخفيش عليكم، أصدم مرضاي على طول بالمضاعفات النهائية. أقول له تشتي الكلى عادها تشتغل، ابدأ من الآن. تشتي يوما ما تعتميش، ابدأ من الآن. تشتي يوما ما تحصل لك النيوروباثي في كل مكان والتنملات وغيرها وغيرها، ابدأ من الآن. ما لم حتحصل لك هذه المضاعفات كلها مؤكدة، وخذ الضمانة مني الآن مؤكدة مقدما. فبيبدأوا يأخذوا المسألة هذه جد. والمريض دائما بيحتاج لاستشارة لإعادة تنشيط دائما.
والدكتور ضياء ما شاء الله عليك تفضل وأوجز في الأمور هذه كثير وما عاد أشتيش أضيف أي شيء. اللهم إنه السبيسيفيتي في كل بلد في التغذية والطعام، ولهذا ما هيش صدفة إن أكبر بلدان العالم إصابة بالسكر مع في السكان هما البلدان الخليجية. ليش؟ لأنه الرز طريقة الطعام، طريقة الطعام والراحة والسيارة الجيمس وعدم وجود النوادي الرياضية، هذه كلها هي سكر. هو مرض العصر هو السكر، لأنه وليش سمى مرض العصر؟ لأنه ما فيش حركة، لأن التقنيات الحديثة السيارة وغيرها وغيرها والإنترنت والجلسة في البيت وعدم الرياضة وكذا كلها تؤدي إلى السكر مضمونة 100%. ويوما ما سيصبح غالبية الشعب مريض بالسكر اللي هم مرتاحين اقتصاديا بالذات البلدان هذه بالذات. لكن الأوروبيين قد اكتشفوا تنبهوا الحاجة هذه وبدأوا يعملوا الرياضة بالذات الأغنياء بالذات الميسورين بالذات المتحسن حياتهم بيعملوا رياضة أكثر من غيرهم، أكثر من الفقير وأكثر من الغير ميسورين حالهم. ولهذا نصيحتي إلى الجميع الحركة الحركة الحركة، ثم كل شيء أبيض في الطعام حاولوا تتجنبوه، وبالذات الخبز، وبالذات الخبز العربي، وبالذات الخبز العربي الرغيف اللي يباع في السوق المصنوع بإضافة السكر كله. يعني مريض السكر بيدعم السكر في كل شيء، والله بيكتشفوا السكر إن في داخله سكر وهم مش عارفين إن في داخله سكر، لأن قد عندهم خبرة على لسانه، بيعرف في لسانه بيعرف هذا الخبز والله مخلوط فيه سكر. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا لكم. ألف شكر دكتور. تعالي يا دكتور ضياء عاد معنا 9 دقائق. والله يا دكتور خالد قد أوجز يعني وقد جاب الكلام المضبوط فعلا. إذا ننتقل لباقي الأسئلة ونجم وننهي في وقت محدد. الأستاذ جمال تفضل يا أستاذي. أنا أشكر الدكتور خالد وأضم صوتي إليه وأقول للجميع بأن تجربتي التي مارستها أثبتت لي بأن هناك 4 أمور لمريض السكر سواء كان تايب 1 أو تايب 2 أو تايب 3 أو تايب 4 إذا ابتعد عنها تبعد عن 80% من الأعراض. هذه 4 أمور هي: أولا القمح ومشتقاته، 2 السكر وملحقاته، 3 الزيوت المصنعة المهدرجة، 4 المشروبات الغازية والعصائر. شكرا دكتور خالد. هاي 1. 2 عندي سؤالين للدكتور ضياء. السؤال الأول بيقول أنا نمت الآن وكان السكر عندي 80، الفجر صليته فحصت السكر 140، إيش اللي رفع السكر في اللحظة هاي؟ 2 السؤال الثاني السكر يصيب النحيف والسنين، النحيف مش عنده كرش إلا أنه يصاب بالسكر والضغط والجلطة، والإنسان السمين ربما لا يصاب بالرغم يكون عنده وزن زائد 40-50 كيلو. أنا قسمت طريقة العلاج بالترتيب: التغذية أولا وتمثل نسبة عالية جدا جدا جدا، الرياضة ممكن أن تساهم وأقول لها دور لا يستهان به، الأعشاب تفعل علاج آني وقتي، الأدوية ممكن أنت تخش في الأدوية تنقل من سيستم إلى سيستم، أماريل 1 أماريل 2 أماريل 3 أماريل 4، وفي النهاية أنت يكبر عليك المرض. شكرا للجميع. دكتور ضياء تعليق أو ندخل على السؤال الذي بعده؟ تعليق على السؤال الأول فقط، موضوع أنه واحد نام عمره عنده 80 سكر وصحي وفيه 140، في أسئلة أكثر يعني يعرف هل المريض بياخذ علاج، بياخذ إنسولين ولا بياخذ إنسولين؟ إذا كان مريض مثلا ما بياخذش إنسولين ولا بياخذ أي أدوية ممكن تأثر في السكر، فممكن يكون هذا بسبب اللي هو الإفراز الطبيعي للكورتيزون في الصباح، هذا بيكون يتم إفراز الكورتيزون فممكن يرفع السكر. اما اذا كان مريض بياخذ سكر او بياخذ انسولين مثلا فهذا اسئله اجابتها تكون مختلفه شويه ان شاء الله. طيب دكتور منصور تفضل. طيب السلام عليكم ورحمه الله. الف شكر دكتور ضياء وبارك الله فيك على هذه المحاضره القيمه ونفع الله بعلمك. الموضوعين، الموضوع الاول، اولا
أنا أتمنى أنه المحاضرة هي غالبا يعني مخصصة لموضوع السكري ك ك ك خلينا نقول للأطباء بشكل يعني خاص. وربما أنا أطلب من الإخوة والدكتور حمود أنه ربما يعمل محاضرة عامة مفتوحة للجميع بحيث أنها تناقش حالات، بحيث أنه يمشي شرح الموضوع بتسلسل علمي يخدم الأطباء بدرجة أولى وبعد ذلك أيضا العامة. هذه نقطة. فيما يخص أنا سؤالي هو موضوع بري أوبراتيف، يعني لما إحنا كأنستيزيستن طبعا عندنا مشكلة مع قضية توقيف الأدوية، طبعا تضارب ما بين طبيب عام يرسل المريض وهو موقف الميتفورمين مثلا أو موقف حتى الأدوية الأخرى قبل بيومين 48 ساعة على أساس، ويأتي المريض طبعا بهو ذاته وفي عنده المشكلة يعني. ففي هذا الموضوع طبعا أنا ما أدري ربما في المحاضرات القادمة تتطرق لهذا الموضوع، بس لأنه مريت عليه أنت اليوم بشكل مبسط، فهل في قاعدة معينة غير أنه فقط الميتفورمين قبل 48 ساعة؟ نعم إن شاء الله. شكرا دكتور. بالنسبة للموضوع هذا، في مرضى الميتابوليزم حقهم يعني مستقر نوعا ما، فإذا وقف ميتفورمين يوم يوميا ما بيحصلش معه حاجة، فهذا يعني ايديال. لكن في مرضى فعلا بيحصل عندهم خربطة، في هذه الحالة بنحولهم مؤقتا على الإنسولين، ويعني إن شاء الله في محاضرة الإنسولين ممكن أتكلم في الموضوع هذا، كيف ممكن الواحد كيف يبدأ زي ما تقول إنسولين نيتيف بيشنت، يعني واحد ما بيحصل إنسولين من قبل، كيف كطبيب أبدأ معاه يعني عشان أمشيه يعني. بس نقطة مهمة، شكرا جزيلا، بدأ دكاترة التخدير يعني تيك هوم مسج مهمة جدا، تايب 1 ديابيتس لا توقف لهم الإنسولين، ممكن توقف إنسولين اللي هو شورت أكتف أوكي، بس يعني حتى عندنا في المستشفى مع الأسف بشوفها، بالرغم أن عندنا يعني ديابيتس سنتروم في المستشفى، ولكن كثير حالات تايب 1 بيوقفوا لهم البازال إنسولين، وبعد العملية يدخل في كيتو أسيدوس، ف على الأقل بازال الإنسولين يخليه موجود. ألف ألف شكر يا دكتور ضياء. طبعا إن شاء الله تعالى هذا مدخل جميل للمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. الدكتور منصور طبعا إن شاء الله تعالى إن شاء الله سنخصص حلقة كآخر حلقة ونعرض فيها الحالات ونتكلم على حالات فقط مرض السكر وننظر لها من جميع النواحي، مش فقط السكر، أيضا نوع المضاعفات تكلمنا مع الأطباء، ويجوا معنا أطباء أعصاب وأطباء جراحة الأوعية الدموية إن شاء الله تعالى. بهذا نصل إلى نهاية الحلقة ما شاء الله خلصنا. حمود ولو يعني يعطينا الواتساب بالنسبة للدكتور نعرض له حالات أخي الحبيب، أنا ممكن تواصل مع بعض الآن إن شاء الله، مش الآن في المحاضرة رجاء إن شاء الله تعالى. ننهي اللقاء الآن إن شاء الله تعالى. ألف ألف شكر للجميع، واتحاد الأطباء يهديكم تحياتي إن شاء الله تعالى، ونلتقي في هذه السلسلة بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى للحلقة القادمة عن الإنسولين وأنواعها ومتى استخدامها. طبعاً اتحاد يقيم حالياً سلسلة للتنفس الصناعي حالياً السبت والأحد القادم الساعة 7 صباحاً بتوقيت ألمانيا، 9 بتوقيت اليمن، للسبت والأحد القادم من النشاط، وإن شاء الله سيتم نشر المحاضرات تباعا إن شاء الله. ألف شكر للجميع وطاب يومكم. ألف ألف شكر أخي ضياء.